مسيو جمال، انا هبدا معاك. طبعا عندنا ملفات كتيره جدا انا تفضل وكريم، وفي بعض الكواليس برضو عندي عليها بعض الاستفسارات. تفضل. هروح طبعا لهذه النقاط كلها، بس خليني ابدا مع حضرتك بدايه من رؤيتك لمباراه امس. للبعض احزنوا بالنتيجه، قال لك انا مش واخد ان انا اتعادل. البعض الاخر قال لك يعني ما كان مستوى الاهلي ممكن ان هو يحقق افضل من كده بكتير. يعني الزعل مش كان في النتيجه على قد ما انت شايف انك كنت تقدر تقدم بالظبط. افضل من كده. على الصعيد التاني، ناس كانت قايله من قبل المباراه ان فيوتشر داخل مستقتل، حتى وان كان في تراجع في ارقامه الفتره اللي فاتت، لكن هو مستقتل واللعب بيكون غير دايما قدام النادي الاهلي. اكيد يعني فبتشوف ازاي او شفت ازاي؟ كل اللي حضرتك قلتيه ده ملخص وافي جدا للموقف بتاع المباراه. اول حاجه طبيعي جدا ان جماهير الاهلي تزعل ان الاهلي يتعادل، حتى لو لسه واخد 500 بطوله المباراه الواحده. ويمكن مارسيل كولر قال الكلام ده بعد ما كسب في دوري التصريحات. ابطال افريقيا، قال لك في اول مباراه هنلعبها بعد دوري الابطال لو تعادلنا او خسرنا انا تعودت مع جمهور الاهلي انه لازم هيبقى فيه زعل طبيعي. وكمان الظاهره المرتبطه انه بعد اي تعادل، الحمد لله ما فيش هزائم، بس بعد اي تعادل للنادي الاهلي بتلاقي المعسكر الاخر، والاخر ده بيلم بقى، يعني بيلم مجموعه من الانتماءات. ليه وليه وضربة الجزاء ليه والهدف تسلل ليه، التساؤلات دي كلها بتطلع. محدش بيقول طب الاهلي له هدف اتلغى. يعني انا بكلم حضراتكم على ايه الناحية النفسية او السلوكية اللي ما بعد اي مباراة للنادي الاهلي. انما احنا مش هنعمل كده، يعني احنا مش هنقول انه في هدف واتلغى وفي ضرب الجزاء وفي يعني الكلام ده. عدى علينا اللي اصعب من ده بكتير. لان انت شغال برضو زي ما قلنا حتى في عز الازمات ايام دوري الابطال. فريق النادي الاهلي كان بيعاني في بعض المباريات، ومع ذلك قدر يتغلب على ده وياخد دوري ابطال افريقيا للمره ال11. فنتكلم على انه الهدف الاستراتيجي او الكبير هو ان تفوز بالبطوله الايه الخامسه اللي هي الدوري. والهدف ده انت ماشي فيه برضه، حتى لو حصل يعني عصره زي ما بيقولوا او ازمه في الطريق فهي معتاده، والمهم انك تكمل. يعني فانا يعني رقم واحد بيهمني انه طبيعي جدا انه الاهلي النهارده لاعب مع مارسيل كولر 51 مباراه. 51 مباراه ده مش رقم سهل. لا 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 طبعا. وحقق اغلبه انتصارات، حوالي 38 مباراه. لم يهزم في الدوري المحلي. الهزيمتين اللي تعرض ليهم اتنين في دوري ابطال افريقيا، واتنين في كاس العالم للانديه، يعني مع مستويات اخرى اعلى من المستويات المحليه. ومكمل، يعني النادي الاهلي مكمل لتحقيق الاهداف اللي هو بيرجوها. على يعني.